الوقت الحالي حقيقة بالنسبة للرياضيين النخبة يعني التركيز تاعهم يعني في الحجر الصحي يعني مهم جدا، لأن الوقاية خير من العلاج. ولكن لربما نهضر ونتكلم عن اللياقة، كيفاش يعني باش يحافظوا على اللياقة تاعهم. هم بصفة عامة اللياقة يعني أنا شفنا بعض الرياضيين على مستوى الدولي أبطال العالم الأولمبيين، يعني دائما يعني في في في, في قاعة رياضية ولا في البيت يديروا حركات رياضية، ما بينها يعني كاين الطابيرولون، كاين الحبل، القفز بالحبل، كاين التجديف، وكاين عدة طرق اللي يعني يحافظوا اللياقة تاعهم. ولكن نقول اللياقة تاعهم يحافظوا عليها يعني حتى المستوى تاعهم ما يخافش، ولكن التدريب هذا ومحافظة على اللياقة تكون ربما 20% مقارنة مع يعني وجود الرياضي في منشأ يعني مفتوح في الهواء الطلق. شفنا يعني عدة مبادرات قاموا بها رياضيين على مستوى الدولي، كاين من اللي قدم مساعدة مادية، كان اللي دار يعني عمل تضامني مع ممولين للمناطق المضرورة، وهذا واجب تاع كل رياضي. احنا ان شاء الله دائما نكونوا متحدين، وامنا انا كرياضي وكاتب الدوله لان يعني عشت المشاكل وعشت الظروف الصعبه، يعني واجهت هذا العرق وواجهت هذه الصعوبات في التحضير. ولهذا انا نقول دائما ان الصحه وسلامه الرياضي اساس كل شيء. لما تكون الصحه وتكون العافيه تاع الرياضي وتاع المواطن او اي يعني شخص، هي النتيجه تجي وحدها، لان الصحه اساس كل شيء. رأيي هو رأي كل اختصاصيين وكل الرياضيين اللي راهم يحضروا باش يكونوا في المستوى المطلوب في الأولمبياد، وكذلك بالنسبة للنخبة الوطنية اللي نقول أن الألعاب البحر المتوسط ضرورية لأنها تديروها هنا في الجزائر، وهذا شرف للجزائر، وحنا معتزين باش ننظموا هذه الألعاب البحر المتوسط. ولكن الوقت الحالي كما تفضلنا يعني أنا شفنا يعني هذا القرار تاع اللجنة الدولية اللي ترأسها عداوي، وكذلك اللجنة الوطنية اللي ترأسها السيد الوزير الأول عبد العزيز جراد، بعد المراجعة يعني هذا الظروف تاع الكورونا شفنا باللي الوقت ما يسمح لناش، لأن الرياضيين في الحجر الصحي مواش يحضروا، ربما التحضير تاعهم 20% وما يكونوش جاهزين. حتى المنشآت الرياضية حاليا ربما متوقفة لأن فيها صعوبة كبيرة باش يعني يكونوا العمال في الوقت المناسب يعني ويركزوا على العمل تاعهم. شفنا باللي ربما تتأخر، ولهذا احنا نقول الوقت الكافي مليح كي أجلوها، لأن مصلحة الوطن ومصلحة الشعب الجزائري ومصلحة الرياضي ومصلحة كل الرياضيين عبر كل تراب العالم أهم كل شيء، وإن شاء الله كل تطلع في خير. وهذه ما جاتش يعني احنا اللي درناها مقصودة، ولكن ظروف ما سمحتناش باش تكون في وقتها، ولكن إن شاء الله يعني يكون عندنا الوقت الكافي، والسلطات راح تضع كل الإمكانيات باش نكونوا جاهزين بالنسبة لهذه المنشآت تاع العالم المتوسط ولا التحضير تاعهم. إن شاء الله ما فيه حتى مشكل إن شاء الله. بعد النقاش وبعد التواصل مع الرياضيين تاعنا وبعض الاتحاديات، يعني لاحظنا ان بعض القاعات الرياضيه والمركبات الرياضيه عالميه راهي مفتوحه، وراهي رياضيين النخبه يمارسوا نشاطهم الرياضي والتدريب عادي. حنا فكره على علاش ما نكونوش يعني نعملوا نفس كما يعملوا في الولايات المتحده ولا في بعض الدول في اوروبا، يفتحوا هذه القاعات حتى ما يفقدوش الرياضيين تاعنا المستوى تاعهم. كما تفضلت ان 20% في الحجر الصحي مش كما تخدم 100% كي تكون في مركب رياضي، لان تضع كل الطاقه تاعك في التحضير وتركز يعني 100%. ولكن انا نشوف علاش ما يكونش على سبيل المثال يكون طاقم طبي رياضي المستوى العالي، لازم لهم تحاليل طبيه، ولا كانت النتيجه سلبيه نحطهم في المراكز هذه حتى يعني يحضروا 100%، لان لاحظنا في الولايات المتحده في منشات مفتوحه وحتى في بعض الدول الاوروبيه، وهذا راه يساعد كثير على الرياضيين باش يكونوا في اللياقه المعتبره، لان كما تفضلت ان التحضير والتركيز تاع الحجر الصحي 20%، ولكن كي يكونوا في مركب رياضي 100%. ولهذا احنا ان شاء الله قرار الاخر يرجع السلطات الجزائريه، مصلحه الوطن ومصلحه الشعب الجزائري ومصلحه الرياضيين وصحه الرياضيين هي اهم كل شيء. ولكن نقول هذه المبادره اذا كانت فيه يعني طاقم طبي يعني وكل ستاف يكون يعني النتيجه تاعو فرديه بعد التحاليل الطبيه، هذا يسمح للرياضيين يحضروا وما فيه حتى مشكل، حتى نتجنبوا انتشار وباء الكورونا، لان في العداوه تنتشر بسرعه. ولكن يكونوا النتائج بعد التحاليل الطبيه سلبيه، هذه يعني تساعد الرياضيين وما فيها حتى مشكل، يعني هذه حاجه مهمه جدا، وان شاء الله الفكره هذه تتجسد ان شاء الله.
التزموا البيوت وريحوا في دياركم، وهذه هي الوقاية يعني اللي نقدر نحافظ على روحنا ونحافظ على سلامة الوطن وسلامة صحة المواطن، لأن ما فيش يعني اليوم حقيقة ما فيش دواء اللي لربما فاكسان اللي ربما نحبسوا به هذا الوباء، ولكن الطريقة الوحيدة اللي نمنع نفوسنا باش ما نتعرضش للعدوى وما نخليش هذا المرض ينتشر هو الالتزام يعني الناس في البيوت، وإن شاء الله رب العالمين يحفظنا ويحفظ الوطن تاعنا.